السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الـ OSPF. الـ OSPF يعتبر تاني Dynamic Routing Protocol، هنشرحه وهنطبقه. بعد ما اتكلمنا عن الريب هنتكلم النهاردة عن الـ OSPF، وإن شاء الله 3 محاضرات قدام هناخد لابات عملي على الـ OSPF. يعني المحاضرة الأولى في اللابات بتاعة الـ OSPF هتكون مستوى الـ Basic Configuration، بعد كده تاني محاضرة مستوى الـ Intermediate configuration، وبعد كده مستوى ال advanced configuration. لو انت اول مرة تسمع عن OSPF، الموضوع بالنسبة لك هيكون سهل وبسيط. ولو انت مش اول مرة تسمع عن OSPF، سمعت عنه قبل كده، فدي فرصة كويسة ليك جدا ان انت تفهم البروتوكول بشكل اكثر شمولا وتفصيلا. فان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اقدم لكم البروتوكول المهم جدا 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 ده بصوره شيقه وبصوره مفصله. احنا في المحاضره النهارده هنتكلم عن 4 حاجات. اول حاجه get to know the overview of OSPF core design، هنتكلم عن التصميم الشامل والتصميم الاساسي لبروتوكول الـ OSPF. الـ OSPF اختصار لايه؟ الـ OSPF اختصار ل open shortest path first او open shortest path forward. دي اول حاجه هنتكلم عنها في الـ OSPF، الـ core design بتاع الـ OSPF. تاني حاجه هنتكلم عن الـ OSPF basic specifications، بعض الـ hello timer مثلا في الـ OSPF، في الـ deed timer. طب الـ hello timer في الـ broadcast network والـ point to point network كام؟ طب الـ non broadcast multi access network كام؟ القصه دي كلها هنتكلم عنها باذن الله. تالت حاجه هنتكلم عن ازاي الـ relationship بتقوم ما بين two routers، اوكي، configured عليهم ال OSPF، فبيتكلموا مع بعض ازاي. وكذلك هنتكلم عن ال OSPF area types وال OSPF LSA types. خلي بالكو، يعني لو انت يعني تاني مرة تسمع ال OSPF، او تالت مرة او رابع مرة، او دي مش اول مرة تسمع عنها ال OSPF، فانا اكتر حاجة هتفيدك قوي قوي هي ال point دي، اللي هي ال OSPF area types and OSPF LSA types، وكذلك ال point، وكذلك اللي هي how can OSPF be structured between routers، ازاي ال OSPF او relationship ما بين two routers based on OSPF، ازاي ال relationship دي بتتأسس. النقطتين دول مهمين جدا جدا جدا، يعني بالنسبة لو انت مش اول مرة تسمع عن ال OSPF عايزك تركز فيهم. نبدأ كده، ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، تخش في السلايد اللي بعدها. get to know the overview of OSPF core design، الميكانيزم اوف ديزايننج ان او اس بي اف انفراستراكشر. بصوا يا جماعه، في السي سي ان اي، في السي سي ان اي هو مهتم قوي ان هو يعلمك حاجتين في الاو اس بي اف. الاو اس بي اف ليه انا بحب كده اصنفه، اللي هو ليه 3 انواع من الديزاينات، تمام؟ في الاو اس بي اف سنجل اريا، سنجل اريا، وفي الاو اس بي اف مالتي اريا، مالتي area، وفي ال OSPF ال extended، ال extended area، تمام. طيب تعالوا نتكلم عن كل نوع لوحده. ال OSPF ده يا جماعة زي ما احنا عارفين ده link state routing protocol، اوكي. فهفترض ان انا عندي مثلا شوية راوترات بالشكل ده، تمام. طيب كلام جميل، ونطلع لينك من الراوتر ده للراوتر فوق كده، ونعمل كده، ناخد لينك كده ولينك كده. طيب هسمي ده راوتر 1، ده راوتر 2، ده راوتر 3، ده راوتر 4، وده راوتر 5. طيب السنجل اريا، بصوا يا جماعه، احنا كنا اتكلمنا، يعني هفترض مثلا دي نتورك 1، دي نتورك 2، دي نتورك 3، دي نتورك 4، 5 6 7. طيب انا كده عندي يعتبر المفترض دول 8 نتورك، ولا 1 2 3 4 5 6 7. طيب اوكي، هي المفترض 8 لينك. مش عارف فين ال في 8 اهي، تمام. طيب ال او اس بي اف في كلينك ستيت راوتنج بروتوكول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الراوتر، تمام، جوه السنجل اريا بيكون عارف كل المعلومات عن الخريطه بتاعت السنجل اريا اللي هو فيها، تمام. الاريا دايما اول اريا انت بتعملها بالاو اس بي اف بتاخد رقم، تمام.
بيبدأ من زيرو. فأول اريا انت بتعملها واللي انت مجبر اللي انت تعملها هي الاريا زيرو. هي الايه؟ هي الاريا زيرو. طيب كلام جميل. جوه الاريا زيرو يعني انا هفترض ان انا هحوطهم كده ايه بمربع كده او مستطيل كده، تمام؟ دي ايه؟ دي اريا زيرو. ايه خصائص الاريا زيرو؟ خصائصها ان كل راوتر جوه الاريا الواحده او جوه الاريا زيرو، تمام، بيكون عارف كل الخريطه بتاعت الايه؟ بتاعت الشبكه. ولكن انا هنا هسأل سؤال، اذ كان الراوتر عارف كل الخريطه بتاعت الشبكه اكيد هيلود على السي بي يو والرام عنده، تمام، هيلود على السي بي يو وهيلود على الرام بتاعته في ناحيتين. هيلود على السي بي يو ازاي؟ هيلود على السي بي يو بحيث ان لو في جهاز عايز يروح لجهاز تاني جوه شبكه راوتر 1 يعرف عنها، فراوتر 1 هيبروسس الداتا بحيث ان هو عايز يعرف هي موجوده فين. هيبص على الراوتنج تيبل وهيبص الديستنيشن اي بي اللي السورس عايز يروح له موجود في اني ديستنيشن نتورك. طب الديستنيشن نتورك دي موجوده اقدر اروح لها ازاي؟ كل دي عمليه بروسس. الراوتر بيبص على الراوتنج تيبل اللي فيها ايه؟ الخريطه بتاعت الايه؟ هي طبعا راوتنج تيبل ما فيهاش الخريطه، بس ايه، احنا هنتكلم بصيغه يعني ايه مستفيضه شويه. طبعا الاشبه فناخد حاجه اسمها داتابيس تيبل والقصه دي، بس انا هفترض ان كل الخريطه دي بتتحط في الراوتنج تيبل. هي اكشولي ما بتتحطش كلها، البست باث بيتحط فقط في الراوتنج تيبل، لكن في تيبل تانية او جدول تاني بتلاقيه جوه اي راوتر من دول بيوضح لك الخريطه كلها جوه السنجل اريا عامله ازاي، واضح؟ فطبعا الراوتر هيحتاج فتره عقبال ما ايه؟ عقبال ما يبروسس او يسلكت الباس اللي هيطلع بينها الداتا، تمام؟ فده انا كده عم حملت على السي بي يو. اذ كان الاوبشنز اللي قصاد الراوتر 1 والنتوركس المتسيبه في الراوتنج تيبل كتير، فاكيد راوتر 1 هيعمل بروسس اعلى عشان يقدر يوصل للبيست باث للنتورك بتاعته اللي هو عايز يروح لها. طيب ازاي بيلود على الرام؟ لان كل ما زادت الراوترز والانفراستراكشر في الاريا الواحده، كل ما زاد الخريطه، كل ما زادت التفاصيل بتاعتها اللي بتتسيف على الراوتنج تيبل والداتا بيس تيبل او اللينك ستيت داتا بيس تيبل، تمام؟ طب هي المعلومات دي بتتسيف فين على الراوتر؟ بتتسيف على الرام ولا الانفي رام؟ لا، هي بتتسيف على الرام، لان بدليل ان انا لو جيت قفلت الراوتر، قفلته قطعت يعني شلت الكيبل باور بتاع الراوتر، جيت وصلته مره تانية، هلاقي ايه؟ الراوتر عمل فلاش للداتا بتاعته، للداتا بتاعت النتورك او النتوركس او الخريطه اللي هو عارفها، ويبدا يعملها بيلدنج من اول وجديد. ده معناه ان فعلا الانفورميشن دي بتتسيف فين؟ بتسيف الراوتر على الرام عنده. فانا كده بزود السي بي يو والرام في حاله ايه؟ في حاله ان انا عمال ازود عدد الراوترات عدد الراوترات عدد الراوترات في الاريا الواحده، تمام؟ طيب خلينا نتكلم بحاجه. لو بفرض ان انا عندي راوتر 3 متصل بالنتورك 10.0.0.0/24، تمام، و.1.0.2.0.3.0، تمام، ال 4 اي بيز دول، تمام، الايه ال 4 اي بيز دول انا ممكن اعمل لهم سمرايز. يعني انا ممكن اعبر عن ال 4 اي بيز دول ب 10.0 دوت زيرو. طبعا اتفرج، لو انت مش عارف السمرايز فانا اتفرج على محاضره السمرايز في مجموعه المحاضرات بتاعت السبنتنج، انا شارح السمرايزيشن والتمارين عليه، فده هيبقى على سلاش 22. طيب كلام جميل جدا. سلاش 22، سلاش فعلا سلاش 22. طيب لو انا يعني خلي بالكوا هنا ملحوظه، انا عندي راوتر 3 متصل على 4 نتوركس، تمام، ان الفور نتوركس دي تتسيف في الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر مع راوتر 3 في الاريا الاربعه، ولا اسيف السمرايزد اي بي ادرس اللي بيعبر عن الاربعه دول؟ ايه الافضل بالنسبه للراوترات كرام وسي بي يو؟ الافضل طبعا ان انا اخد السمرايزد ادرس واسيفه على الراوتنج تيبل الموجود على راوتر 4 وراوتر 1 وراوتر 5 وراوتر 2 وهكذا، صح ولا لا؟ ولكن انا ما اقدرش اعمل ده في الاريا الواحده. الاو اس بي اف ما اقدرش اعمل سمرايز في الاريا الواحده. تعالى بقى اقدم لك كونسبت جديد بقى. تعال اقدم لك ايه كونسبت جديد. ده اول ايه عيب كده في الايه في السمرايز. في ان انا لما يبقى عندي سنجل اريا، تمام، اول عيب فيها كل ما زاد عدد الراوترات عندي بيخلق لي عيوب من ضمنها السمرايزيشن. ما اقدرش اعمل سمرايزيشن جوه الايه جوه الاريا الواحده. طيب تعالى هنفترض ان انا عندي يعني مثلا تو راوترز، بلاش تو راوترز، خليها كده بالشكل ده، تمام، وده ايه ودي اريا زيرو. طيب كلام جميل جدا الايه القصه دي. طيب لو انا
عايز افصل الاريوز. يعني هتقول لي ممكن يا باشمهندس اعمل اريا تانية؟ ايوه انا ممكن اعمل اريا تانية، تمام. ممكن اخلي الراوتر مثلا ده راوتر 1 وده راوتر 2 وده راوتر 3، اوكي. ممكن اخلي راوتر 1 يتصل باريا تانية، افصل يعني اعمل اريا تانية، اريا 1 دي طبعا بكومبجريشن احنا هناخدها. تعال بقى نمسح كده ايه راوتر 1، اوكي، ونرسمه في مكان مكان ايه تاني على التوبولوجي هنا، يعني كان هنا بقى، تمام. راوتر 1 اهو، يعني عشان انا عايز ايه ااكد لك راوتر 1 هيربط لي اريا 0 بايه، باريا 1، وممكن اوصل، تمام، راوتر 1 براوتر 2 وهنا براوتر 3 وهكذا. طيب كلام جميل. هنا لو عندي R2، R2 متصل ب10.0.0.0.1.0.2.0.3.0، انا ممكن اعمل سمرايز ان ايه، ان هم يعبر عنهم ب10.0.0.0/22. طيب هنا بقى السمرايز اقدر اعمله من اريا لاريا، يعني انا ما اقدرش اخلي راوتر 2 يروح لراوتر 3 لانه معايا في نفس الاريا، يقول له راوتر 3 راوتر 3 انا عندي 10.0.0/22، دي ما اقدرش اعملها. ولكن انا ممكن اعمل السمرايز عند الراوتر 1. ليه؟ اما راوتر 1 يروح لراوتر 2 ويروح لراوتر 3 يقول لهم انا عارف، انا عارف 10.0.0/22. يعني السمرايز في الاو اس بي اف بيتعمل من اريا لاريا، نوت وذاوت ذا سيم، نوت وذين ذا سيم اريا، مش في نفس الايه الاريا دي، اول حاجه. طيب كلام جميل. هنا في جزئيه كمان، هنا R2 في الداتابيز بتاعته هيكون مع الماب الخريطه الكامله بتاعت اريا 1. الاجابه ايوه. طب بتاعت اريا 0 تاني، هل ار ار 2 او هنا ار لا يعني مثلا هنا لا ان هنا خليه ار 4 وده ار 5 مثلا، هل ار 4 هيكون معاه الداتابيز الخريطه الكامله بتاعت اريا 0؟ الاجابه لا. الاجابه ايه؟ الاجابه لا، هيكون معاه الخريطه بتاعته فين بس، في الاريا 1، لكن باقي الخريطه اللي موجوده في اريا 0 ما يعرفش عنها حاجه الا المعلومات اللي ار 1 بيقولها له، لان هو ار 1 يعتبر الراوتر الفاصل ما بين ايه، ما بين اريا 0 واريا 1، وار 1 ما بيقولش كل المعلومات بتاعت اريا 0 لاريا 1 ولا اريا 1 لاريا 0، تمام. ليه؟ عشان ما يجهدش الريسورسز بتاعت الراوترز كسي بي يو رام، ها. فطبعا انا كل ما اما الاريا عندي زادت حجمها، كل ما البرفورمانس عندي بتقل، الحل عندي ايه؟ ان انا افصل الايه الارياز، اللي انا ايه افصل الارياز. طيب كلام جميل جدا الايه القصه دي. فهنا ممكن اخلي برضو، ارجع تاني للسمرايزيشن، ممكن اخلي راوتر 1 يروح لراوتر 4 وراوتر 3 يقول لهم ايه، انا او راوتر 5 انا عارف 10.0.0/22. تعالوا بقى نتكلم في حته مهمه جدا، تمام، وده بيمثل بصراحه يعني عيب برضو. يعني انا كلمتك في ميزه في ان انا فصلت الارياز مستين، قدرت اعمل سمرايزيشن وقدرت برضو افصل الداتابيز، اللي انا الراوتر بقى عارف الداتابيز بتاعت الاريا بتاعته فقط، ولكن مش اريا زيرو برضو، تمام. طيب في عيب بقى مهم جدا، بفرض ان في جهاز، اوكي، متوصل على راوتر 4 وعايز يروح لجهاز في الشبكه اللي هي مثلا 1.0، تمام. طيب كلام جميل، خلي بالك هو راوتر 4 بيقول ايه، ان 10.0.0.0/22 اقدر اروحها عن طريق مين، راوتر 1. طيب كلام جميل، تعال نتكلم بكيس وبعدين هنرجع. بفرض ان انا الشبكه دي وقعت من عند ايه، من عند R2، تمام، الشبكه دي ايه وقعت. طيب هيفضل R1 برضو يقول لR4 وR5 ايه، انا متصل ب10.0.0/22. طيب بفرض 1.0 وقعت، هيقول برضو الار 4 وار 5 انا متصل ب10.0.0/22 لحد ايه، انت راوتر 1 يقطع الاعلان بتاع 10.0.0 او الاعلان عن اتصاله بالشبكات يعني اللي بيعبر عنها 10.0.0/22 امتى؟ لو الاربع شبكات دول وقعوا كلهم مع بعض، لو الاربعه دول كلهم وقعوا مع بعض، هنا الاعلان اللي هيروح بي ار 1 انتو اريا 1 دي ار 4 وار 5 هنا ساعتها ايه هيتشال. فهنا بقى العيب الخطير، ان افرض بقى قبل كل الكلام ده، تمام، افرض بقى ان الشبكه 1.0 وقعت، هل ار 1 هيقول لار 4 او ار 5 ان 1.0 دي وقعت؟ لا، هيقول لهم انا لسه برضو ايم ستيل كونكتد تو 10.0.0/22. فهنا لو جهاز عايز يروح للشبكه دي، هنا هيروح راوتر 4، هيروح لراوتر 4، راوتر 4 هيوديه الى راوتر 1، فراوتر 1 هنا بقى ساعتها هيعمل ايه؟ هنا راوتر 1 هيستوب ارسال الباكت، مش هيدخلها اصلا لاريا ايه؟ لاريا 0،
تمام؟ هتقول لي يا باشمهندس طب ايه العيب في القصه دي؟ العيب اصلا ان انا يعني الداتا اصلا خدت مسار لحد البوردر اللي ما بين اريا 0 لحد ايه الحدود اللي ما بين اريا 0 واريا 1. انا مش عايز الداتا اللي رايحه لشبكه اصلا هي unreachable تاخد المسافه دي كلها. هو انا مش استهلكت اللينك ده على الفاضي؟ انا استهلكت اللينك ده على الفاضي، تمام؟ فدي تعيب في الجزئيه دي، في ان انا بعمل ايه اما اشتغل على المالتي اريا. فلذلك يعني انت لما تيجي تقسم الارياز يا اما بتعتمد يعني بتكون يعني ايه ليه عندك فيه مميزات انت بتكسبها، وفي برضو عيوب انت برضو بتعاني منها، تمام؟ طيب كلام جميل. هنا محتاجين نعرف راوتر 1. الراوتر يا جماعة اللي بيفصل ما بين اريا واريا ده بيسمى اي بي ار. تاني، الراوتر اللي بيفصل ما بين اريا واريا ده بيسمى ايه؟ اي بي ار، اريا بوردر راوتر. يعني ار 1 هنا بيعتبر ايه؟ اي بي ار. طيب كلام جميل. ده النوع التاني اللي هو المالتي اريا. طب في نوع كمان، في نوع كمان ان انا بصوا يا جماعه، ممكن في قاعده لازم تفهموها، تمام؟ قاعده اساسيه في ال اس بي اف، ان لابد كل الارياز تكون متصله مباشره على اريا 0. يعني انا ما ينفعش مثلا اقوم واخد اريا، تمام، اسمها اريا 2 مثلا، واوصلها باريا 1 واريا يعني بالشكل ده. لا، لازم اريا 2 لو انا عايز، يعني هنا اريا 2 هتربط مع اريا 1 لكن مش هتربط مع اريا 0، تمام؟ اريا 0 في الاو اس بي اف بيعرف يا جماعه بالباك بون اريا، بالباك ايه؟ بالباك بون اريا، ده العمود الفقري. لازم كل الارياز تكون متصله بايه؟ باريا 0. طيب افرض انت عندك يعني مشكله في ان انت توصل اريا 0 ب اريا، انت عايز تعمل مثلا اريا 2. افرض عندك مشكله في ان انت توصل اريا 2 باريا 0. يعني هفترض ان مثلا مثلا انا دي شبكه عندي في اليو اس، ودي شبكه عندي في تشاينا في الصين، تمام؟ افرض اريا 2 دي في المكسيك، تمام؟ طب المكسيك تحت الايه؟ تحت امريكا، تمام؟ تحت الولايات المتحده، تحت اليو اس، اوكي؟ ويعني انا هربط، هفتح وان لينك ما بين المكسيك وتشاينا عشان اعرف اوصلها باليو اس. فهمت الفكره؟ ده بقى الاكستندد اريا. يعني انا قلت لك قاعده ما ينفعش اربط، لازم كل الارياز تتربط على الباك بون اريا، ولكن بيحصل عندي حالات ما اقدرش اربط اريا 2 مثلا، ما اقدرش اربطها باريا 0. دي طبعا لمشاكل في الجغرافيه او مشاكل في الكونكشن. فانا ممكن اربط اريا 2 باريا 1 وبعمل حاجه اسمها فيرتشوال لينك، فيرتشوال لينك، تمام، ما بين اريا 2 وباريا 0 اوفر اريا 1. يعني واي كان اريا 2 متصله مباشره بايه؟ باريا 0. ها، واضحه؟ يعني انا ممكن هنا بقى عندي شويه ايه، عندي مثلا هنا راوتر بيفصل ما بين اريا 1 واريا 2، انا بعمل فيرتشوال لينك ما بين الراوتر اللي بيفصل ما بين اريا 1 واريا 2 والراوتر اللي بيفصل ما بين اريا 1 واريا 0. بعمل ما بين التو راوترز دول يعني الاي بي ار اللي هنا، تمام، والاي بي ار اللي هو راوتر 1. يعني مثلا ده راوتر 6، راوتر 6 اي بي ار عندي بيفصل ما بين اريا 1 واريا 2، وعندي راوتر 1 اي بي ار بيفصل ما بين اريا 0 واريا 1. ممكن عشان اعمل فيرتشوال لينك بعمله ما بين الايه؟ الراوترز، التو راوترز الاي بي ار، التو راوترز الايه؟ الاي بي ار. ان انا عندي راوتر 6 وراوتر 1، لان راوتر 6 بيوصل ما بين اريا 2 واريا 1، وراوتر 1 بيوصل ما بين اريا 1 واريا 0. لو عملت فيرتشوال لينك ما بين راوتر 6 وراوتر 1، اذا قدرت اوصل اريا 2 واي كانها متصل مباشره بايه؟ باريا 0. طيب دي شويه حاجات ايه في الكونسبتس في الاو اس بي اف. عندنا برضو كونسبتس تانية ان الاي اس بي ار، بفرض بصوا يا شباب اقول لكم حاجه، في حاجه اسمها الريديستريبيوشن، دي اتكلمنا عنها يعني في نبذه كده، بس ايه هتكلم عنها مره تانية. الريديستريبيوشن، بصوا يا جماعه الريديستريبيوشن بيتكلم عن ايه؟ ان انت افرض مثلا انت عندك راوتر، اوكي، متصل بشويه راوترات وكلهم بيست اون او اس بي اف، تمام، وبعدين عندك سايت، اوكي، في مجموعه راوترات مش سبورتد للاو اس بي اف، سبورتد فقط للريب، تمام، وانت عايز تربط الايه التو راوترز دول ببعضهم. يعني انا اسف، التو سايتس دول بايه؟ ببعضهم. عايز تربط الايه؟ التو سايتس دول ببعضهم، ده او اس بي اف واللي على اليمين ايه؟ ريب. طيب انا بفرض ان انت عندك الراوترات دي، اصلا دي بتحصل معانا كتير يا جماعه، بتحصل معانا ان انا عندي مثلا مجموعه راوترات هوصلها على الانفرا عندي ومش بتسبورت للريب، الراوترات قديمه مثلا، او راوترات
مش الراوترات البراندات العالية، مثلا عندك حاجة زي تي بي لينك مثلا ولا دي لينك، تمام، الهوم يوز مثلا، تمام، طبعا دي لينك في الانتربرايز منزلها برودكتس تحفه يعني. بس انا يعني مثلا لو انا موصل حاجه هوم يوز مش بيسبورت الا الريب بس، وصلها على انفرا او اس بي اف، انا هنا ساعتها ايه، انا ساعتها بعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن. ريديستريبيوشن يعني بقول الراوتر، يعني مثلا انا هفترض اللينك اللي ما بينهم دول انا خليته ريب، تمام، لان انا قلت بقى الراوتر ده وده وده ما بيفهموش الا الايه الاو اس بي اف، فرض ان ما بيفهموش الاو اس بي اف، فرض الراوتر ده بيفهم او اس بي اف وريب، فانا هخلي الراوتر مثلا 1 يفتح مع راوتر 2 ريب، تمام، وكله ايه ريب جوه. طيب كلام جميل. هخلي بقى راوتر هنا بقى راوتر 1 مش هيعرف النتوركس، النتورك دي والنتورك دي والنتورك اللي ورا الراوتر ده والنتورك اللي ورا الراوتر ده، صح ولا لا؟ هخلي بقى راوتر 1 يعلن عنهم جوه في الاو اس بي اف اريا بتاعته وكأنهم او اس بي اف نتوركس. ده بيسموه ديستريبيوشن ان ريديستريبيوشن. ريديستريبيوشن ان انا بعلن عن نتوركس في دايناميك راوتنج بروتوكول انفراستراكشر جوه دايناميك راوتنج بروتوكول انفراستراكشر مختلف، تمام. يعني هنا بقى راوتر 1 هيعلن عن النتوركس الريب جوه الاو اس بي اف وكأنها ايه او اس بي اف، وهيعلن برضو عن النتوركس الاو اس بي اف جوه الى راوتر 2، تمام، وكأنها نتوركس ريب. خدتوا بالكم؟ طيب كلام جميل جدا. ده مقدمه عن الديستريبيوشن. احنا لسه هناخد الديستريبيوشن في السي سي ان بي، وبرده عندنا محاضرتين او ثلاث محاضرات في السي سي ان هنتكلم فيهم عن الديستريبيوشن كحاجه بونص يعني. طيب انا ممكن يبقى عندي ايه، دي اريا 0، تمام، وده راوتر اللي متوصل ما بين مثلا اريا 0 و ايه مثلا اريا 1، تمام، وده برده راوتر متوصل ما بين اريا 0 و اريا 2، تمام، وفي عندي راوتر متوصل بقى على مثلا انفراستراكشر مثلا اي اي جي ار بي او ريب مثلا، واضح. فهنا هعمل ريديستريبيوشن من الاي اي جي ار بي جوه الاو اس بي اف انفرا عندي، وريديستريبيوشن ما بين من الاو اس بي اف انتو الاي اي جي ار بي انفرا عندي، واضح. الراوتر اللي بيربط ما بين يا جماعه اريا واريا ده بيسمى ايه، اي بي ار، صح. اما الراوتر اللي بيربط ما بين او اس بي اف، تمام، ما بين ايه او اس بي اف وما بين اوتونوم سيستم مختلف يعني دايناميك راوتنج بروتوكول مختلف اي اي جي ار بي او ريب، ده بيسمى ايه بقى، ده بيسمى اي اس بي ار، اوتونوم سيستم بوردر راوتر، تمام. زي مثلا ممكن الراوتر ده اكون موصله مش على اي اي جي ار بي كلاود، يعني كلاود دي معناها ان انا عندي مجموعه راوترات يعني متصله اي اي جي ار بي، خدتوا بالكم. لكن انا ممكن مثلا اوصله على الانترنت، تمام، ويبقى عندي هنا ايه، يبقى طالع الانترنت ايه ستاتيك راوت، صح. ممكن اعمل بقى ايه حاجه زي ريديستريبيوت من الاستاتيك انتو الاو اس بي اف وهكذا، تمام. فهنا بقى الايه القصه، ان برضو ده بيسمى راوتر اي اس بي ار، اللي هو بيربط ما بين الاو اس بي اف انفراستراكشر وما بين الايه وما بين الانترنت او الاي اي جي بي او البي جي بي او الريب، المهم اي اوتونوم سيستم او دايناميك راوتنج بروتوكول مختلف. طيب هل بقى هنا بقى سؤال، هل لازم الراوتر اللي يربط الاو اس بي اف انفرا، يعني انفرا اقصد بالارياس كلها كده يعني، تمام، لازم يكون في اريا 0 عشان يربط لي باي جي بي او انترنت او الريب او البي جي بي او كده؟ هل لازم يكون في اريا 0؟ لا، ممكن مثلا من اريا 1 اوصل راوتر مثلا عندي ويشتغل كاي اس بي ار، اوصله مثلا بالانترنت، مش لازم يكون في ايه في اريا 0. طيب في ملحوظه كمان، ان طبعا راوترات الاي بي ار وراوترات الاي اس بي ار دي راوترات هتبقى عارفه داتابيز من هنا ومن هنا، صح ولا لا؟ فلازم الراوترات دي تكون بي في راوترز. عارفين يعني ايه بي في راوترز؟ يعني راوترات عملاقه، راوترات يعني مثلا ما يكونش انت قدامك مثلا راوتر 26 91 وتعمله لي كاي بي ار، لكن ممكن مثلا راوتر مثلا سي 7200 تعمله لي ممكن يشتغل كاي بي ار واس بي ار كويس جدا، لان ال 26 91 ما يقدرش يستحمل كرامه بروسيسور ان هو ياخد داتا بيز من اريا 0 اريا 2. خلي بالكم الراوتر اللي جوه اريا 2 ستاند الون يعرف الداتابيز اللي في اريا 2 بس، لكن الراوتر اللي بيربط ما بين اريا واريا ده بيبقى عارف الداتابيز من ناحيتين، تمام، ومسؤول عن الراوتنج ما بين الناحيتين، تمام. فطبعا ده محتاج راوتر بيكون بامكانيات عاليه، فحط ده في اعتبارك وانت بتعمل الديزاين بتاعك. طيب كلام جميل. ايه هو بقى معنى الدي ار والبي دي ار؟ طيب كلام جميل جدا. في عندي ثلاث انواع يا شباب من توصيل اي راوترات ببعضها ثرو الاو اس بي اف،
تمام. في البوينت تو بوينت نتورك، ان انا عندي راوتر طالع بالسيريال لينك على راوتر، راوتر 1 مثلا طالع بالسيريال لينك على راوتر 2. طيب عندي نوع، ده النوع الاولاني، ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه البوينت تو بوينت. طيب في النوع الثاني، وده بقى اللي هنستعرض فيه الدي ار اللي هو الديزجنيتد راوتر والباك اب ديزجنيتد راوتر. النوع الثاني اللي هو البرودكاست نتورك. البرودكاست نتورك اللي هي النتورك اللي بيسمح بداخلها مرور داتا برودكاست، لما يكون مثلا عندي راوتر 2 متصل بسويتش تمام، ويبقى عندي هنا راوتر 1 ومثلا عندي هنا ايه راوتر 3. فدي بتسمى التوصيل، التوصيل ده بيسمى ايه؟ برودكاست نتورك. ده بيسمى برودكاست نتورك. يعني اللي فوق دي بوينت تو بوينت نتورك، اللي تحت دي برودكاست نتورك. طيب كلام جميل. النوع الثالث ده بيسموه ال ان بي ام اي نتورك، او النون برودكاست مالتي اكسس نتورك، اللي هي عباره عن الكلاود، زي كلاود الفريم ريلي. بيكون مثلا عندي كلاود فريم ريلي موصله راوتر 2 براوتر 3 براوتر 1 مثلا. طبعا انا بقى عارف ان بعض الناس هتقول لي يعني ايه الكلاود بتاعت الفريم ريلي والقصه دي كلها، دي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن كلاود الفريم ريلي. المهم ان انا في محاضرات قدام يعني، بس المهم ان انا عايز اقول لك ان في ثلاث انواع من توصيلات الراوترز ببعضها ثرو لو اس بي اف. يعني ممكن اعمل لو اس بي اف من راوتر 1 وراوتر 2، بس ده بيسمى بوينت تو بوينت نتورك او اس بي اف، وده اللي تحت بيسمى برودكاست نتورك او اس بي اف. التوصيل الثالث ده بيسمى نون برودكاست مالتي اكسس نتورك. طيب تعالوا نتكلم في النوع الثاني، ده اللي هيكون فيه بقى ايه تعريف الدي ار والبي دي ار. افتح كده الايه الوايت شيت عشان نقدر نتكلم براحتنا. بمنتهى البساطه يا جماعه، تعالوا نتكلم ان انا عندي سويتش. اوكي السويتش ده متصل ب راوتر هنا، راوتر هنا، راوتر هنا، وانا عندي هنا في راوتر، راوترز تحت برضو اهو. اوكي طيب كلام جميل. هنا عايزين نتكلم في حته معينه. بفرض ان انا عملت الاو اس بي اف والدنيا تمام التمام، وعندي الشبكه اللي على الراوتر ده بقت داون. هنا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الراوتر ده هيبعت رساله مالتي كاست 224.0.0.5 تمام. يعني انا بمنتهى البساطه لو عندي بوينت تو بوينت نتورك، هو اكشوالي مش هيحصل كده بالظبط، مش هيبعتها اصلا 224.0.0.5، بس انا بتكلم المفترض حسب البوينت تو بوينت كونكشن. الراوتر ده لو عنده نتورك داون بيبعت ابديت على ايه 224.0.0.5 عشان يوصل للراوتر ده ويقول له انا عندي فيه نتورك داون. خلي بالكم ان الهلو بتاعت اللي هو اس بي اف بتبعت على مالتي مالتي كاست ادرس 224.0.0.5. فالمفترض الراوتر يبعت رساله على 224.0.0.5 اللي بيقول فيها النتورك بتاعتي بقت داون. فالرساله هتروح للراوتر ده حلو، وبعدين هتروح هنا وهتروح هنا وهتروح هنا وهتروح هنا وهتروح هنا وهتروح هنا، وبعدين كل راوتر بقى ده استلم صح، وبعدين هيطلع الرساله هنا، هيطلعها هنا، هيطلعها هنا، هيطلعها هنا، هنا هنا هنا، وبعدين الراوتر ده هنا 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 هنا، وهكذا. خدتوا بالكم؟ فالموضوع طبعا هيعمل لي لود عالي جدا 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 على الشبكه اللي موصل فيها الراوترات. الدي ار والبي دي ار تمام بيحل لك القصه دي ازاي؟ بمنتهى البساطه انا بيبقى عندي السويتش مثلا متصل على راوتر، ده مثلا راوتر 1 وعندي هنا ده راوتر 2 اوكي، و ده راوتر 3، ده راوتر 4، ده راوتر 5. بفرض ان الراوتر 1 هو الديزجنيتد راوتر اللي هو ده دي ار، والراوتر 2 ده باك اب ديزجنيتد راوتر بي دي ار. اوكي طيب كلام جميل. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان لو في شبكه وقعت او انا وصلت الشبكه على ار 3 اني ابديت على اي راوترات طبعا ما عدا الراوتر 1 والراوتر 2، هيروح مثلا لو النتورك مثلا المتصل على راوتر 3 وقعت، هيروح الى ار 1 فقط وار 2. هل هيروح الى ار 4 وار 5؟ لا، هيروح الى ايه؟ ار 1 وار 2 تمام، وبدوره
R1 هو البرايمري ديزيجنيتد راوتر، لما يستلم الادفيرتايزمنت بينوب عن R3 في انه يبعت الابديت اللي كانت اصلا جايه من R3 الى R4 و R5. ها وضحت؟ لو عندي مثلا R6 يبعتها برضو لايه؟ R6 يبعتها برضو لايه؟ ل R6. خدتوا بالكم؟ فالدي ار والبي دي ار نظم لي عمليه الابديتنج، تمام؟ ان من الاخر كل راوتر ما بيبعتش الابديتس للراوتر، الابديت بتاعه للراوترز كلها، لا بيبعتها فقط للدي ار والبي دي ار. طبعا ايه فائده البي دي ار؟ في حاله ان R1 بقى داون، يبقى راوتر 2 هو يبقى بدل باك اب دي ديزيجنيتد راوتر، يبقى ديزيجنيتد راوتر، يبقى يكون عندي باك اب يعني، تمام؟ كلام جميل جدا. فدي الايه، دي القصه. خلي بالكم بقى ان اي راوتر عشان يبعت ابديت للدي ار بيبعته على 224.0.0.6، حلو. واما راوتر 1 يطلع الابديت بتاع راوتر 3 بقى يفروده الى R4 و R5 و R6، هيطلعه على عنوان 224.0.0.5. ها بدأت توضح الدنيا؟ اتمنى ذلك. طيب تعالوا بقى ايه نتكلم في جزئيات اخرى. ال OSPF considered as a standard routing protocol، يعتبر standard routing IEEE standard routing protocol open applied، يعني ممكن تطبقه على اي vendor. اغلب الفندورز اللي انا شخصيا اتعاملت معاها بتسبورت ال OSPF. الفريكوانسي الهلو بتاع ال OSPF بيتبعت كل ايه؟ كل 10 سكند، كل 10 سكند على البوينت تو بوينت والبرودكاست نتوركس، خلي بالكم. طب اما الام بي ام اي نتوركس بيتبعت كل 30 سكند. طيب الديب تايمر بتاع ال OSPF في البوينت تو بوينت والبرودكاست كام؟ 40 سكند. ها ايه 40 سكند. طيب اما الدي تايمر للاو اس بي اف على الام بي ام اي، على الام بي ام اي هو كام؟ 120 ثانيه. ها 120 ثانيه. طيب طيب نبدا بقى في الكلام ان اي راوتر يعني بصوا يا جماعه، احنا هنفترض ان انا عندي تو راوترز متصلين اون بوينت تو بوينت نتورك، اوكي. ده راوتر 1 ده راوتر 2. وانس ان انا يا شباب، وانس ان انا يا شباب بدات اسطب كونفيجريشن الاو اس بي اف، كل راوتر بيبدا ياخد او يحدد بالنسبه له ايه الراوتر اي دي بتاعي، تمام؟ الراوتر اي دي يعني بيسمى زي، يعني هو جاي فعلا من اسم الاي دي ايدنتيفيكيشن، تمام؟ يعني التعريف بتاع الراوتر 1، راوتر 1 بيختار الراوتر اي دي بتاعه، راوتر 2 بيختار الراوتر اي دي بتاعه. ليه؟ عشان الراوتر اي دي بتاع راوتر 1 هو اللي هيعرف شخصيه راوتر 1 عند راوتر 2، والراوتر اي دي بتاع راوتر 2 هو اللي هيعرف شخصيه راوتر 2 عند راوتر 1 وهكذا، تمام؟ يعني اما راوتر يقول لك ايه، اما الراوتر يقول لك انا متصل بالشبكه الفلانيه على، ما يقولكش، يقول لك على الراوتر الفلاني، يقول لك على الراوتر الفلاني، يعني يقول لك على الراوتر اي دي بتاع الراوتر الفلاني. واضح؟ طبعا لا يمكن تواجد راوترين او اكثر من راوتر بنفس الراوتر اي دي، اوكي، داخل الاريا الواحده. طيب الراوتر بينتخب الراوتر اي دي بتاعه ازاي؟ بالبريوريتي، يعني مش برايورتي، مش قيمه يعني، لا لا لا، انا هقول لك الاولويات، تمام؟ ستاتيك كونفيجرد، ان انا اول ما بكتب راوتر، تمام، او اس بي اف 1، انا ببدا اسطب الراوتر او اس بي اف، وبعد كده هيدخلني على سب كونفيجريشن مود للاو اس بي اف، بكتب راوتر، تمام، داش اي دي. دايما بنبدا كده ان راوتر 1 مثلا ياخد 1.1.1.1، ممكن تدي له، يعني الراوتر اي دي خلي بالكم اي بي في 4 فورمات، تمام؟ فطالما انت اديته ستاتيك فهو خلاص بيأساين اللي انت مديه له ستاتيك، خلاص كده ده بتاعه، تمام؟ طب اما لو انت مش مديله ستاتيك، هنا بقى خلي بالك يقول لك ايه. فاكرين اللوب انترفيس، اللوب باك انترفيسز اللي احنا عملناها في اللاب بتاع الريب؟ واضح؟ كنا قلنا انترفيس لوب باك زيرو، اي بي ادرس كذا، قلت لك عشان اوفر اني اعمل ايه فيزيكال كونكشنز لنتوركس، تمام؟ اللوب باك يمثل لي نتورك، واضح؟ طيب لو انا جيت للراوتر اديته انترفيس لوب باك، اوكي، 100 مثلا 192.168.1.1/24، والراوتر على توصيله مثلا انترفيس فاست ايثرنت 0/0 مثلا، يعني بتكلم باي بي هات، تمام، عنده مثلا 198.168.2.3/24، حلو. الراوتر بقى لو عنده اي بي هات بيعمل ايه؟ بيبص على اللوب باك الاول، يختار اعلى اي بي لاكتف لوب باك انترفيس، تمام؟ يعني لو قصاده لوب باك 0 واخد 192.168.1.1/24، وعنده لوب باك 192 لوب باك 1 مثلا 192.168.0.1/24، لا ياخد ده،
ليه؟ لان لو انا عندي 192.168.0.1 وعندي 192.168.1.1، الاي بي اللي تحت اعلى من الاي بي اللي فوق. ليه؟ 192 هنا متساوي، هنا متساوي، هنا الزيرو اصغر من الواحد هنا، فيصبح هنا ده الاي بي الاعلى. فالقصه ان انا لو عندي لوباك انترفيسز، خلي بالك ما بيبصش على الفيزيكال انترفيسز، بيبص على اللوب باك. لو انت مدي الراوتر اي بي هات على انترفيسز لوب باك، يختار اللوب باك صاحب اعلى اي بي. طيب ماذا لو ما كانش فيه لوب باك انترفيس؟ يبص على الفيزيكال اكتيف انترفيس. الفيزيكال اكتيف انترفيس اللي هو مثلا فاست ايثرنت يشتا زيرو سيريالز، الكلام ده جيجا، اللي هي الانترفيسز الموجوده كبورتس على الراوتر. تمام، يختار الاكتف. الاكتف يعني ايه؟ يعني البورتس الاب، مش الشت داون، مش الداون. واضح كده؟ طيب لو عنده مثلا قصاد الراوتر ثلاثه انترفيس فيزيكال، تمام، وليهم مثلا ثلاث اي بي هات، يختار الانترفيس صاحب ايه؟ اعلى اي بي. يبقى البريوريتي كالاتي: اول حاجه لو الراوتر عنده ستاتيك كونفيجرد راوتر اي دي ياخده، لو ما فيش يبص هل عنده لوب باك. طب لو عنده يختار اللوب باك انترفيس ذات اعلى اي بي. تمام، طب لو ما عندوش لوب باك يبص على الانترفيسز الفيزيكال، يشوف مين فيهم الاب، ويختار الانترفيس صاحب اعلى اي بي، يصبح هو الراوتر اي دي بتاع الراوتر. واضح كده؟ طيب يعني من الاخر، لو انا عندي مثلا انترفيس لوب باك 192.168.1.1، فالراوتر يبقى يصبح الراوتر اي دي بتاع الراوتر هو 192.168.1.1. اوكي، ده في حاله ان. طب افرض بقى عندي لوب باك وعندي فيزيكال انترفيس وكتبت راوتر اي دي، هياخد اللي انت كتبت ورا الراوتر اي دي، لان ده الايه؟ البرايورتي الاعلى. طب لو عندي لوب، لو ما عنديش راوتر اي دي وعندي لوب باك وفيزيكال انترفيس، لا، يبص على اللوب باك وياخد اللوب باك ذات اعلى انترفيس ذات اعلى اي بي، وهكذا. اتمنى القصه دي تكون ايه؟ تكون مفهومه. طيب كلام جميل، تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعده. السلايد اللي بعده، هنا بقى هنتكلم عن ازاي في ريليشن شيب بتقوم ما بين اي تو راوترز اوفر لوس بي اف. يعني من الاخر، هفترض ان مثلا راوتر 18 عنده مثلا نتورك 1، والنتورك اللي في النص دي نتورك 2، راوتر 19 واصل بي نتورك 3. حلو، طيب ازاي انا اقدر اعمل او اس بي اف ما بين الراوترين، بحيث ان النتورك 1 دي تكون متأيده على جدول الراوتنج عند راوتر 19، والنتورك 3 تكون متأيده على جدول الراوتنج على راوتر 18. في ريليشن بتقوم ما بين الايه؟ ريليشن شيب بتقوم ما بين الراوترين وليها ستيبس، تعالوا نتكلم في الايه؟ ال ستيبس فور استابليشينج. هنا بقى نيبر ريليشن شيب بتوين تو او اس بي اف راوترز. راوتر 18 سينس، تمام، الاول، لا مش سينس، راوتر 18 بيكس اب اتس راوتر اي دي. يعني راوتر 18 بيختار الراوتر اي دي بتاعه تبعا للايه؟ للجزئيه اللي هو الستاتيك راوتر اي دي، او لو ما لقاش يختار اللوب باك انترفيس ذات الاعلى اي بي، لو ما لقاش يختار الفيزيكال اكتف انترفيس ذات الاعلى اي بي. تمام، then it checks for active OSPF interfaces. تمام، يعني ايه بور اكتف او اس بي اف انترفيسز؟ يعني بيختار الراوتر اي دي بتاعه وبعدين بيتشيك على الاكتف او اس بي اف انترفيسز. لان انا بعد اما بكتب كده، فاكرين الاو اس بي اف كنت بكتب ايه؟ راوتر ريب. لا، انا في الاو اس بي اف بكتب ايه؟ لا انا اسف، كنت في الريب بكتب راوتر ريب. في الاو اس بي اف بكتب ايه؟ راوتر او اس بي اف 1، تمام، نتورك، حلو، مثلا 1، فيبقى يصبح الفاست ايثرنت 0 0 مثلا اللي هنا اللي متوصل على نتورك 1 ده يعتبر اكتف او اس بي اف انترفيس. تمام، ولو جيت كتبت نتورك، حلو، 2، اوكي، فيصبح السيريال ده مثلا نقول سيريال 0 الى 0 ده يصبح ايه؟ ده يصبح يصبح برضه او اس بي اف اكتف انترفيس. فالراوتر بيتشيك على الانترفيسز، تمام، اللي انا فعلت عليها لو اس بي اف، اللي هيطلع من هنا هلو وهيطلع من الناحيه الثانيه دي ايه؟ هلو. طيب راوتر 18 بيبعت هلو مسج لراوتر 19 اون على الفريكوانسي اللي هو 224.005. طيب كلام جميل، بيبعت ايه بقى في رساله الهلو؟ بيبعت 8 عناصر، بيبعت في رساله الهلو 8 عناصر. راوتر 18 بيبعت الهلو 8 عناصر الى راوتر 19. اول حاجه بيبعت الراوتر اي دي بتاعه، راوتر 18 في الهلو انفلوب، ترد الهلو انفلوب، الظرف بتاع الهلو بيبعته الراوتر 19، بيكون فيه 8 عناصر. راوتر اي دي يعني راوتر 18 بيبعت جوه الانفلوب الراوتر اي دي بتاعه،
الهلو دي التايمر، بيبعت الراوتر 18 قيمه الهلو دي التايمر اللي عنده، تمام. النتورك ماسك يعني بيقول لراوتر 19 انا متوصل بيك يا راوتر 19 على سلاش مثلا 30، واضح. الاريا اي دي بيقول لراوتر 19 انا النتوركس، او انا اسف، انا الشبكه المتوصله او اللي انا موصل بيها ليك يا راوتر 19 دي موجوده في اريا 0، واضح، او اريا 1 او اريا 2، واضح. يعني راوتر 18 بيقول لراوتر 19 انا، تمام، الاريا اللي انا فيها دي ما بيني وبينك يا راوتر 19 اسمها اريا كذا، اريا اكس اني واي. وبعدين راوتر 18 بيبعت لستة النيبرز بتوعه الى راوتر 19، يعني بفرض ممكن يكون عندي راوتر 18 متصل براوتر 20، وراوتر 20 متصل براوتر 21 وراوتر 21 وهكذا. فبرضه راوتر 18 بيبعت لراوتر 19 يقول له خلي بالك انا عندي النيبرز بتوعي اوفر الو اس بي اف هو راوتر 20 وراوتر 21، فبيبعت النيبرز بتوعه الى راوتر ايه 19. طبعا عشان كده يا جماعه كل راوتر، عشان كده راوتر 19 بيكون عارف الخريطه اللي قصاده بتبقى عامله ازاي. كذلك اللي بيعملوا راوتر 18 مع 19 راوتر 19 هيعمله مع راوتر 18. طيب بعدين بيبعت الراوتر برايورتي، البرايورتي بتاعه الى راوتر 19، تمام. قيمه بياخدها الراوتر، طبعا القيمه دي بتحدد مين الدي ار ومين الايه البي دي ار، الراوتر برايورتي، تمام. وهنا بقى تسالني سؤال، ايه علاقه الراوتر برايورتي بان الراوتر يكون دي ار او بي دي ار؟ يا جماعه الراوتر صاحب اعلى برايورتي، صاحب اعلى برايورتي هو اللي بيكون الدي ار. الراوتر اللي بعده في قيمه البرايورتي، يعني الراوتر صاحب تاني اعلى برايورتي، ده اللي بيكون الباك اب ديزيجنيتد راوتر، تمام. لو انا ممكن ادي للراوتر برايورتي ان هي تكون زيرو، مش واحد لمتر 55، اللي هو يكون زيرو، اللي انا بكتب اي بي او اس بي اف برايورتي زيرو. ده معناها ايه؟ معناها من الاخر ان الراوتر ده لا يمكن هيخش في سبق اختيار الدي ار والبي دي ار. اتمنى تكون الملحوظه دي مفهومه. وكذلك راوتر 18 بيبعت في رساله الهلو بتاعته الى راوتر 19 الدي ار والبي دي ار بتوعه، اذ كان مثلا راوتر 18 متصل ببرودكاست نتورك اهو، اوكي، ومتصل عنده شويه راوترات متصل بيها هنا، تمام، وبرده عنده بي دي ار مثلا، وده دي ار، اوكي، يبعت لراوتر 19 يقول له خلي بالك انا عندي اصلا متصل ببرودكاست نتورك والدي ار راوتر الاي بي بتاعه كذا، والبي دي ار راوتر بتاع الاي بي بتاعه كذا وهكذا، تمام. الاوثنتيكيشن باسورد، ويذر انا ممكن اعمل زي ما عملت في الريب، ممكن اعمل اوثنتيكيشن ما بين راوتر 18 و19 بحيث ان الهلو اللي تتبعت الى راوتر 18 بتخش في الجوريزم، بتخش مع الجوريزم از تو، يعني هي بتخش في الجوريزم مع باسورد انا بحدده على راوتر 18 كاز تو انبوتس، وبيطلع لي طلعوا لي هاش كاوتبوت مثلا الهاش ده 010. فدي دي رساله الهلو، اما توصل لراوتر 19 يعمل نفس القصه، يدخل الهلو على الباسورد اللي انا مدخلها على راوتر 19، لو طلع نفس الدايجست اللي جايه له من راوتر 18 يبقى الرساله اوثنتيكيتد. طيب كلام جميل، ايه اللي لازم يتطابق، لابد ان يتطابق، وده بيفيدك في التي شوت، اللي لازم يبد ان يتطابق في رساله الهلو، تمام، مع راوتر 19. طيب الهلو دي التايمر عند راوتر 18 لازم يكون متطابق مع قيمه الهلو دي التايمر عند راوتر 19، دي اول حاجه. تاني حاجه النت ماسك لازم يكون متطابق، فانا هنعملها بالايه بالاسترك كده، يعني ده متطابق وده متطابق. الاريا اي دي لازم يكونوا متطابقين، النيبرز طبعا ما ينفعش يكونوا متطابقين، ولا البرايورتي لازم يكونوا متطابقين، تمام. الاوثنتيكيشن باسورد لازم يكونوا متطابقين، حلو. في حاله ان راوتر 19 متصل مع راوتر 18 على نفس البرودكاست نتورك، فلازم الدي ار والبي دي ار يكونوا متطابقين، واضح. فدي الايه القصه، ده عناصر التطابق. يعني من الاخر لو انت عندك او اس بي اف مس كونفيجرد، يعني مثلا قال لك ايه، انا جهاز عندي في شبكه مش عارف يروح لجهاز في شبكه اخرى على راوتر، يعني جهاز على في شبكه متوصله على راوتر اكس مش عارف يروح لجهاز في شبكه متوصله على راوتر واي، وما بينهم او اس بي اف كونفيجريشن مش عارفين يتوصلوا، بقى في عندي ايه مشكله بروبلم عايز احلها، اعمل تي شوت ازاي، اتشيك لو هم متصلين مباشره ببعض، اتشيك على الهلو دي تايمر النتورك ماسك الاريا اي دي، لازم يكونوا يعني من الاخر لازم الراوترين يكونوا من الاخر من جوه اللينك اللي ما بينهم في نفس الاريا، تمام.
طيب كلام جميل. وتشيك برضو على الاوثنتيكيشن باسورد، الدي ار والبي دي ار اذا كانوا كلهم في نفس الايه، في نفس البرودكاست نتورك وهكذا. راوتر 19 بيستلم الهلو من راوتر 18 وبيتشيك على الماست ماتشنج بارامترز، زي ما احنا قلنا الاريا اي دي، ان النتورك ماسك، الاوثنتيكيشن باسورد لو انت عامل اوثنتيكيشن يعني وهكذا. طيب والهلو طبعا دي التايمر والقصه دي. طيب بعدين لو راوتر 18 if راوتر 18 has been already added to راوتر 19 before راوتر 19 will receive the deed timer. يعني من الاخر لو راوتر 18 اصلا متضاف على راوتر 19 اصلا في كان as a neighbor، راوتر 19 بي reset الايه الديد تايمر. طيب خلي بالكم يا جماعه ان راوتر 19 لما يستلم هلو من راوتر، يعني انا عايز افهمك الديد تايمر ده بيشتغل ازاي. راوتر 18 بيبعت مثلا الهلو كل 10 ثواني، حلو. اول ما راوتر 19 يستلم الهلو بتاعت من راوتر 18 بيفتح تايمر اب تايمر. اب تايمر يعني ايه؟ بيعد ثانيه، يعني مثلا ايه، ثانيه 2 3 4 5 6 وهكذا، وهو بيعد 1 2 3 4 5 6، راح جات له هلو مره ثانيه يقوم عايد الريست مره ثانيه، عايد من الاول 1 2 3 4 5 6 فهكذا. لو راوتر 18 اصلا متضاف على راوتر 19 فراوتر 19 هيريست الايه الديد تايمر. هتقول لي طب ازاي يا باشمهندس انت بتتكلم ده، انا لو وصلتهم اول مره ببعضهم، ما ممكن راوتر 18 يكون متصل مثلا عن طريق راوتر 20 براوتر 19، يعني راوتر 19 اصلا عارف راوتر 18 عن طريق راوتر 20. اوكي، فهو عنده اصلا كنيبر، واضح؟ طيب لو راوتر 18 يعتبر نيو نيبر، يعني لسه يعني راوتر 19 بقى اول مره فعلا يسمع عن راوتر 18، راوتر 19 بيضيف بيضيف راوتر 18 كنيو نيبر عنده في الداتابيز تيبل بتاعه راوتر 19. طيب ثم راوتر 19 بيبعت هلو الى راوتر 18، يبقى لو راوتر 19 اما يستلم الهلو من راوتر 18 بيتشيك على الهلو بارامترز، تمام، اللي تشيك تمام التمام، بيشوف لو راوتر 18 عنده اصلا كنيبر هيعمل ايه، هيريست الديد تايمر، لو مش نيبر هيضيفه عنده كنيبر. طيب بعدين راوتر 19 هيبعت ريبلاي هلو او هلو ريبلاي الى مين، الى راوتر 18 بنفس الكونتنت اللي راوتر 18 بنفس الثمان عناصر اللي راوتر 18 بعتها الى راوتر 19. طيب ثم بيقول لك بقى كل راوتر من دول بينيجوشيت بيتفاوضوا، تمام، مين بيهم مين فيهم اللي هيكون ماستر والسليف. خلينا نتكلم بصراحه، يعني انا كاتب هنا ذا راوتر ذات هاز هاير برايورتي وينز، يعني ايه الراوتر صاحب اعلى برايورتي هو اللي هيكون الماستر، ولكن مش في كل الحالات. يعني انا في فيرجنز اشتغلت عليها يعني في فيرجنز اشتغلت عليها حتى غير سيسكو، اللي هو اتش بي اف ده اي تريبل اي ستاندرد، بيعتمد على الراوتر الايه الاقل برايورتي، تمام. وكذلك الاي او اس الفيرجنز بتاعته بتختلف برضو في يعني مين اللي هيكون الماستر او سليب. ممكن في بعض الفيرجنز الاي او اس بيختار تبعا للاعلى برايورتي او تبعا لل او الماستر هو اللي هيكون اعلى راوتر اي دي، تمام. طيب فهما بيحددوا الماستر والسليف. طيب انا عشان ما لخبطكش، تمام، انا عايزك تلغي الجمله دي خالص، اوكي، وتعتبر لان الاي او اس اللي احنا هنشتغل عليه في الجي ان اس 3 هيختار تبعا للاعلى برايورتي هو اللي هيكون الماستر، تمام. فانا هفترض ان راوتر 19 ده البراوتر اي دي بتاعه 19.19.19.19 وراوتر 18.18.18.18.18، فمين اللي هيكون الماستر؟ راوتر 19 هيكون الماستر، راوتر 18 هيكون السليف. طيب ايه بقى فايده ان واحد منهم يكون ماستر والسليف؟ ليه اصلا بيتفاوضوا ان مين هيكون منهم ماستر ومين السليف؟ لان بمنتهى البساطه الماستر هيبدا يبعت حاجه اسمها الدي بي دي، الداتا بيز ديسكريبشن، تمام. راوتر 19 في الدي بي دي هيبعت الدي بي دي بتاعته لراوتر 18، وبعدين راوتر 18 لما يستلم الدي بي دي هيبعت برضه الدي بي دي بتاعته الى راوتر 19. طب ايه هي الداتا بيز ديسكريبشن دي؟ بمنتهى البساطه راوتر 19 في الدي بي دي بتاعته اللي بيبعتها راوتر 18 بيقول لراوتر 18 انا متصل بنتورك مثلا 1 2 3 4 5، اوكي. طب راوتر 18 في الدي بي دي بتاعته بيقول ايه؟ ده فروم راوتر 19 تو راوتر 18، حلو. وبعدين راوتر 18 بقى
الى راوتر 19 في الدي بي دي بتاعته الى راوتر 19، هيبعت ايه؟ هيقول له راوتر 19 خلي بالك يا راوتر 19 انا متصل بنتورك مثلا. وخلي بالكم مش معنى اني بقول انا متصل بنتورك يعني دايركتلي كونكتد عليا، يعني قد يكون مثلا واحد واثنين دول سي يعني دايركتلي كونكتد على راوتر 19، و3 و4 و5 دول او يعني راوتر 19 عارفهم ثرو او اس بي اف من احد الراوترات الاخرى اللي متصل بيها، خدتوا بالكم؟ فبيبعت توصيف مختصر الى راوتر ايه 18 ان انا متصل بالنتوركس دي. راوتر 18 يقول له راوتر 13 ايه؟ خلي بالك انا متصل بالنتورك 6 تمام 7 8 3 تمام بس، حلو يعني. و6 دي مثلا افرض اللي هي دايركتلي كونكتد، وال7 دي او، ال8 دي او، ال3 دي او، واضح؟ طيب كلام جميل. فراوتر 19 راح راوتر 18 قال له متصل بالنتوركس دي، وراوتر 18 قال له راوتر 19 انا متصل بالنتوركس دي. خلي بالك هو بيبعت ايه؟ بيبعت فقط توصيف مختصر للنتورك تمام، يعني انا فقط اعرف اوصلك، يعني راوتر 19 بيقول له راوتر 18 انا اعرف اوصلك ب1 و2 و3 و4 و5، وراوتر 18 بيقول له راوتر 13 ايه؟ انا اعرف اوصلك ب6 و7 و8 و3. طيب كلام جميل. ثم ايه اللي هيحصل؟ راوتر 19 اما هي هي اما يستلم الدي بي دي من راوتر 18 هيتشيك، هيقول ايه؟ هل النتورك دي اعرفها 6؟ طب علم عليها كده. راوتر 19 ما يعرفش عنها حاجه، راوتر او نتورك 7 راوتر 19 ما يعرفش عنها حاجه، وراوتر 18 او نتورك 8 راوتر 19 ما يعرفش عنها حاجه تمام. راوتر 3 راوتر 19 عارفها لان هو ضايفها عنده في الايه، في الراوتنج تيبل، خدت بالك؟ او موجوده عنده في الراوتنج تيبل تمام. فراوتر 19 بيحدد من الدي بي دي اللي بعتها له راوتر 18 ايه النتوركس اللي راوتر 19 هيسال عنها راوتر 18. فراوتر 19 هيبعت لراوتر 18 حاجه اسمها ال اس ار، او فيما يسمى اللينك ستيت ريكويست، يعني هيقول لراوتر 18 بعد اذنك يا راوتر 18 ابعت لي تفاصيل اتصالك بالنتورك اللي هي رقم 6 و7 و8، ابعت لي تفاصيل اتصالك بالنتورك رقم 6 و7 وايه و8 تمام. طيب وبعدين راوتر 18 هيرد على راوتر 19 ب ال اس يو تمام، لينك ستيت ابديت. هيقول لراوتر 19 انا متصل بالنتورك رقم 6 دايركتلي، ومتصل بالنتورك رقم 7 او اس بي اف عن طريق راوتر كذا، والمتريك بتاعتي كذا، وراوتر 18 وراوتر والنتورك 8 انا متصل بيها عن طريق راوتر كذا، والراوتر اي دي بتاعه كذا، والمتريك بتاعتي كذا، والقصه دي كلها. يعني خلي بالكم راوتر 19، يبقى راوتر 18 وراوتر 19 بيتفاضوا مين؟ الماستر والسليف. الماستر هو اللي بيبعت الدي بي دي الاول تمام. طيب راوتر 18 مثلا هيبعت راوتر 19 هيبعت الدي بي دي بتاعته للراوتر 18، وراوتر 18 هيبعت الدي بي دي بتاعته للراوتر 19. راوتر 19 مستلم الدي بي دي من راوتر 18 فور اكزامبل تمام، هيتشيك على النتوركس اللي ايه راوتر 18 بعتها له في الدي بي دي، وهيختار منها النتوركس اللي محتاج يعرفها بس. فهيبعت لراوتر 18 النتورك بعد اذنك يا راوتر 18 انا عايز اعرف معلومات عن 6 و7 و8، دي في بتسمى ال اس ار لينك ستيت ريكويست. فما راوتر 8 يرد بتفاصيل النتوركس اللي راوتر 19 سال عنها بيرد عليها بايه؟ بال اس يو تمام. خلي بالكو ان تفصيله كل شبكه لوحدها، خلي بالكو راوتر 18 هيبعت تفاصيل كام شبكه؟ 3 شبكات، كل تفصيله لشبكه واحده بتسمى لينك ستيت ادفيرتايزمنت ال اس اي، واضح؟ طب هو راوتر 18 هيبعت كام ال اس اي بقى؟ هيبعت 3 ال اس اي تمام، وهيحط ال 3 ال اس اي دول كان ال 3 ال اس اي دول 3 ورقات، وهيحطهم في ظرف واحد اسمه ال اس يو تمام. فمن الاخر راوتر 18 مش هيبعت 3 ال اس اي، لا هو هيبعت واحده بس ال اس يو جواها ال اس اي بتاعت نتورك 6 ونتورك 7 ونتورك ايه 8. فهمتوا الفرق ما بين ال اس اي والال اس يو؟ يعني فال اس يو ده بيكونتين 1 ال اس اي اور مالتيبل اور مالتيبل ال اس اي، واضح؟ طيب كلام جميل. اند سو اون، برضه راوتر 18 لما استلم دي بي دي من الراوتر 19 بيسال راوتر 19 بعد اذنك ابعت لي تفاصيل النتورك 1 2 3، دي بتسمى ال اس ار لينك ستيت ريكويست. راوتر 19 يرد على راوتر 18 يقول له خد ال اس يو اللي هي فيها اللينك ستيت ادفيرتايزمنت او ال اس ايز عن النتوركس اللي انت سالت عنها يا راوتر 18. اتمنى الكوميونيكيشن ده يكون مفهوم بالنسبه لك تمام. طيب خلي بالكوا بقى يا جماعه في ستيتس بتمر ما بين الراوترات وبينها وبين بعضها تمام. الانت ستيت، الانت ستيت دي ان هي اول ما الراوترات يبعتوا هلو
اللي بعضهم هم كده في ايه، في وضعيه الايه الانت ستيت. يعني انا لو راوتر 18 بعت هلو لراوتر 19 بيقول يا باشمهندس احمد انا في حاله انت ستيت، اما يستلم راوتر 18 هلو من راوتر 19 بيعتبر راوتر 18 نفسه في حاله الايه التو واي ستيت، وهكذا برضو راوتر 19. يعني اللي بقوله على راوتر 18 كبيره كوبي بيست على راوتر 19. طيب كلام جميل. وانس ان راوتر 18 بعت الدي بي دي الى راوتر 19 بيقول يا باشمهندس احمد انا بقيت في حاله الاكس ستارت. الاكس ستارت ان انا بدات ابعت الدي بي دي بتاعت الراوتر 19. اما راوتر 18 يستلم من راوتر 19 الدي بي دي، تمام، بيعتبر نفسه في حاله اكستشينج، اكستشينج ستيت، الاكستشينج ستيت. طيب اما راوتر 18 يبعت ال اس اي ال اس ار لينك ستيت ريكويست الى راوتر 19 ويستلم ال اس يو من راوتر هو ما يستلم ال ال اس يو من راوتر 19، يعني راوتر 18 بعت ال اس ار لراوتر 19 وراوتر 18 استلم ال اس يو من راوتر 19 بيعتبر نفسه في حاله اللودنج ستيت. تمام. اول ما راوتر 18 يثبت النتورك ادفرتايزمنتس اللي هو استلمها من راوتر 19 عنده في الراوتنج تيبل بيعتبر نفسه في حاله الفول ستيت. فعشان كده خلي بالك الحالات دي او الستيتس دي بتفيدك جدا 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 في حاله ايه، في حاله التي شوت. تمام. يعني من الاخر لو انت مثلا جيت لقيت ان الراوترات ما بتتحركش من حاله او راوتر 18 ثابت على الانيت ستيت، معناه ايه؟ ان لما يستلم هلو من راوتر 19 ما بيقبلوش، اكيد راوتر 19 عنده بارامتر مختلف عن راوتر 18، لان راوتر 18 لو قبل الهلو اللي استلمها من راوتر 19 هيعتبر نفسه في التو واي ستيت. تمام. وهكذا. اوكي. خلي بالك بقى ان في البرودكاست نتورك، تمام، انا عندي هو الدي ار اوكي وايه والبي دي ار اوكي، وعندي مثلا راوتر 1 وراوتر 2 اوكي. طيب براوتر 1 اما بيعمل فول ستيت اهو، فول ستيت مع الدي ار والبي دي ار، ولكن راوتر 1 اما يبعت هلو الى راوتر 2، راوتر 2 يبعت هلو الى راوتر 1، بيقفوا عند حاله التو واي ستيت، ما بيتحركوش. عارف يعني ايه؟ يعني من الاخر راوتر 1 بيسلم على راوتر 2، بيسلم عليه يعني بيبعت له، وراوتر 2 بيبعت له الى راوتر 1، ولكنهم ما بيبعتوش دي بي دي لبعضهم، لا بيبعتوا دي بي دي لمين بقى؟ الداتا بيس ديسكريبشن لمين؟ بيبعتوا داتا بيس ديسكريبشن الى دي ار والبي دي ار. يعني بيوصلوا لحاله الراوتر العادي النورمال راوتر مع الدي ار والبي دي ار فول ستيت، والنورمال راوترز بينهم بين بعضهم اقصاهم هو تو واي ستيت. اتمنى الجزئيه دي تكون مفهومه. طيب هنا بيقول لك ايه، ان برودكاست نتورك اول نتوركس فورم فول ريليشن شيب وذ تي ار بي ار بت بتوين ذم دي فورم تو واي ريليشن شيب. تمام. واتس فور او اس بي اف سنجل اريا ام مالتي اريا، احنا شرحنا سنجل اريا والمالتي اريا في الجزئيه دي. يعني شرحنا السنجل اريا والمالتي اريا في الاول خالص. طيب انواع الاريز بقى يا جماعه، انواع الايه، انواع الاريز. تمام. في عندي حاجه اسمها باك بون اريا اوكي، والستاندرد اريا، باك بون اريا والستاندرد اريا اهو، والستوب اريا والتوتالي ستوب اريا والبارشال ستوب اريا او اللي بيسموها النوت سو ستوبي او بيسموها الان ان الان اس اس اي. تمام. طيب ايه هي بقى الايه الاريا تايبس؟ بصوا يا جماعه، اريا زيرو ده قلت لك ان اي اريا عشان يعني عشان اوصل ارياز ببعضها، تمام، لازم كلهم يتصلوا باريا زيرو. فانا مثلا هفترض ان انا عندي اريا زيرو هنا وده اريا 1 اوكي وده اريا 2 حلو. فانا عندي هنا راوتر اي بي ار وده راوتر اي بي ار. تمام. طيب كلام جميل. ده مثلا راوتر 1 وده راوتر 2 حلو. راوتر 1 متصل عندي بيه راوتر 3، راوتر 2 متصل عندي بيه راوتر 4. الحالة الطبيعية يا شباب، يعني خلي بالكم ده الاريا اللي في النص اللي هي اريا 0 دي الباك بون اريا، الاريا 1 واريا 2 بيسمى ستاندرد اريا. طيب تعالوا نتكلم عن اريا 1. امتى اريا 1 بتتحرك من ان هي تكون ستاندرد اريا، تمام، او بيسموها النورمال اريا الى الستوب اريا. تمام. خلي بالكو ان راوتر 1 في الراوتنج تيبل بتاعته بيأيد ايه؟ بيأيد النتوركس الموجودة في اريا 0 واريا 1 وايه واريا 2 برضو، صح ولا لا؟ يعني هو بيأيد النتوركس موجود عنده، النتوركس اللي موجودة في اريا 0 اللي عرفها عن طريق راوتر 2 الاي بي ار، وكذلك اريا 2 اللي برضو عرفها عن طريق مين؟ راوتر 2. انا بتكلم عن ايه؟ راوتر 4. طيب ممكن يبقى عندي راوتر بقى ده مثلا راوتر 5 متصل بريب،
فالراوتر ده يعتبر ايه؟ اي اس بي ار. تمام. طيب خلي بالك اللينك ستيت ادفرتايزمنت اللي بيستلمها راوتر 4 من راوتر 2، اوكي؟ يعني خلي بالكم الراوتر ممكن يستلم كذا ال اس اي، والال اس اي دي كذا نوع. تمام. طيب لو راوتر 4 استلم ال اس اي من راوتر معاه في نفس الاريا، دي بتسمى لينك ستيت تايب 1. حلو. يعني من الاخر تعالوا بس ايه اللي هي اريا 1 دي نرسمها تحت ايه بصيغه، يعني ده لو عندي الراوتر 4 تمام، افرض هو متصل مثلا عندي بيه راوتر 3 او راوتر 7 او 6 تمام، وعندي هنا راوتر 2 تمام اهو. حلو. مثلا راوتر 6 هيبعت النتورك دي اللي هي نتورك 1 الى راوتر 4، دي بتسمى لينك ستيت تايب 1. حلو. طيب في لينك ستيت تايب 2 اللي هي ايه؟ اللي هي بمنتهى البساطه لو في البرودكاست نتورك، يعني لو انا عندي هنا الدي ار تمام، الدي ار هيبعت ادفرتايزمنت الى راوتر 1 مثلا، هيقول له خلي بالك ده انا عندي فيه ادفرتايزمنت او نتورك عرفتها عن طريق مثلا الراوتر 2، ما خلي بالكوا الراوتر 2 هيبعت النتوركس بتاعته الار 1 بس عن طريق الدي ار. واضح؟ فاللينك ستيت اللي بتوصل من الدي ار للراوتر دي بتسمى لينك ستيت تايب 2. طيب كلام جميل جدا. في حاله ان راوتر 2 احنا قلنا مفيش سمرايزيشن جوه نفس الاريا، لكن ممكن اسمرايز من اريا للاخرى، فراوتر 2 افرض هو متصل براوتر 1 تمام، و او متصل من هنا مثلا براوتر 7 تمام، على اريا 0، يعني دول مثلا ايه على ايه؟ على اريا 0. واضح؟ افرض راوتر 7 متصل بالنتوركس دي 10.1.0.0.2.0.0، وهنا مثلا من فوق 10.0.0.0 و.3.0.0 وهكذا تمام. ممكن راوتر 2 يروح لراوتر 4 ويقول له انا بدل ما يقول له، ما يقول لراوتر 4 خلي بالكم النتوركس دي مثلا متصل على راوتر 7، فراوتر 7 هيبعت ال اس اي تايب 1 الى راوتر 2 تمام. راوتر 2 اما يجي بقى ممكن اخليه سمرايز النتوركس دي في انتقالها من اريا 0 الى ايه؟ اريا 1 تمام، بحيث انه يروح لراوتر 4 ويقول له انا متصل ب 10.0.0/14، دي بتسمرايز من عندي من 10.0.0/1.0/2.0/3.0 دي سلاش 14 على الناحيه دي لو التدرج عندي في الاوكتيت الثاني. فاللينك ستيت ادفرتايزمنت اللي هتروح من راوتر 2 الى راوتر 4 دي سمرايز، صح ولا لا؟ على سمرايز نتورك دي دي بتكون لينك ستيت تايب 3 تمام. طيب كلام جميل. لو انا عندي راوتر 5 بقى هيسمرايز نتوركس من الريب انتو الاو اس بي اف انفرا، انتو الاو اس بي اف انفرا، دي بتكون لينك ستيت تايب 4. دي بتكون ايه؟ لينك ستيت انا اسف، لا دي بتكون لينك ستيت تايب 5، دي بتكون لينك ستيت تايب 5 تمام. طب لو راوتر، يعني من الاخر لو راوتر 2 هيروح تمام لراوتر 4 ويقول له خلي بالك انا عندي راوتر 5 تمام، يعني ما برضو افرض مثلا راوتر 2 هنا متصل براوتر 5، وراوتر 5 زي ما احنا شايفين من فوق متصل بريب، فراوتر 5 راح لراوتر 2 وقال له انا متصل بالنتورك كذا وكذا 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 تمام، وراوتر 5 عمل لها سمرايز، يعني ممكن اخلي راوتر 5 يسمرايز النتوركس بتاعت الريب انتو الاو اس بي اف. فراوتر 2 اما يروح الى راوتر 4 تمام، هيبعت لراوتر 4 يقول له خلي بالك انا عندي النتورك سمرايزد برضو كذا. حلو. بس دي جايه من الاي اس بي ار فدي بتبقى لينك ستيت تايب 5. وراوتر 2 برضو بيروح لراوتر 4 ويقول له خلي بالك ان الموقع او اللوكيشن بتاع الاي اس بي ار اللي هو راوتر 5 تمام كذا 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 كذا، او من الاخر راوتر 2 اما يقول لراوتر 4 ان عنوان الاي اس بي ار او الراوتر اي دي بتاع الاي اس بي ار بيبعت له برضو في لينك ستيت تمام ادفرتايزمنت، ده بيكون لينك ستيت تايب 4 تمام. فمن الاخر لو الراوتر استلم اعلان عن شبكه معاه في نفس الاريا ده لينك ستيت تايب 1، لو استلم اعلان عن شبكه معاه في نفس الاريا بس من الدي ار ده لينك ستيت تايب 2. طب لو استلم اعلان عن مجموعه شبكات سمرايزد من اريا بره الاريا بتاعته من الاي بي ار ده بيكون لينك ستيت تايب 3. طب اما لو استلم اعلان محدد فيه او موضح فيه المكان بتاع الاي بي ار الاي اس بي ار الاي اس بي ار الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر، المكان بتاع الاي بي ار الاي اس بي ار اللي هو محدد عليه مثلا الراوتر اي دي بتاع الاي اس بي ار تمام، ده لينك ستيت تايب 4. اما لو استلم مجموعه نتورك سمرايزد جايه اصلا من اكسترنال او اس بي اف اوتونوموس سيستم تمام، جايه من الاي اس بي ار يعني، ده لينك ستيت تايب ايه؟ تايب 5. طيب الستوب اريا بقى
يعني انا كان لازم اشرح لك التايبس بتاعت ال LSA عشان اعرف افهمك بقى ايه الفرق ما بين الايه الارياز وبينها وبين بعضها. الستوب اريا، الستوب اريا انا بهمل تمام ال ASPR لوكيشن وال ASPR summary routes. يعني بمنتهى البساطه لو راوتر 4، انا عندي راوتر 4 اهو متصل براوتر 2 تمام، فراوتر 4 عرف نتوركس عنده مثلا نتورك 1 نتورك 2 نتورك 3 نتورك 4 و1 و2 و3 و4 منهم 1 دي دايركتلي كونكتد على راوتر 4 تمام. نتورك 2 دي او يعني ايه؟ معناها ان النتورك 2 دي موجوده مع راوتر 4 في نفس الاريا. طيب لو نتورك 3 او تقريبا او اي او او اي انا مش فاكر او اي مثلا تمام اوكي هنفترض ان هي او اي نتورك 3 معناه يعني انا خلي بالكم دي النتوركس الموجوده عند ايه الراوتر 4 يعرفها. طالما نتورك 3 مكتوب جنبها او تقريبا لا هي او اي او او اي بس مش فاكر يعني خلينا نكتبها ايه كده او اي او اي تمام. انا بنشوفها ان شاء الله في المحاضره الجايه في اللاب العملي. المهم يعني لو قال لك ان انا متصل بعرف اوصل نتورك 3 او اي او اي معناها ان نتورك 3 راوتر 4 يعرفها بس النتورك دي مش موجوده مع راوتر 4 في نفس الايه في نفس الاريا. خدتوا بالكم يعني موجوده في اريا 0 او اريا 2 او اي اريا. لو النتورك لو مكتوب جنبها او اي 1 او او اي 2 او او اي 2 معنى ان راوتر 4 يقول لك انا عارف النتورك 4 هي تقريبا اللي فوق دي او اي اي هي كده تمام. لو راوتر 4 قال لك انا عارف النتورك 4 او اي 1 او او اي 2 معناها ان راوتر 4 عارف النتورك 4 دي بس النتورك 4 دي مش موجوده لا في نفس الاريا بتاعته ولا في اريا ثانيه ولكنها موجوده في ديفرنت اوتونوموس سيستم موجوده مثلا في الريب. واضح؟ طيب كلام جميل جدا. فاما اخلي الاريا ستوب تمام فمعناها اما الاريا تكون ستوب معناها ان راوتر 4 بيحذف اي نتورك او اي 1 او او اي 2 ويقول ايه ويخلي النتوركس عنده اللي موجوده في نفس الاريا والنتوركس الموجوده في اريا مختلفه. يعني بيحافظ على اللينك ستيت بيقبل استلام اللينك ستيت تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 ولكن تايب 4 وتايب 5 بيعمل له ايه بيشيله. واضح؟ طيب كلام جميل. وبيحط ديفولت ستاتيك راوت تحت بيقول لك ان انا لو عايز اروح ل 0.0.0.0/0 معناها يعني ان انا لو عايز اروح لاي اي بي تمام او اي ديستنيشن نتورك هروح ايه هروح الى راوتر 2 هروح الى راوتر 2. واضح؟ ها طيب لو التوتالي ستوب توتالي ستوب بقى راوتر 4 بيشيل الاي بي ار سامري راوتس يعني من الاخر راوتر 4 بيشيل النتوركس اللي الاو الاو اي اي اللي هي النتوركس الموجوده في ارياز مختلفه عنه. فهنا خلي بالك راوتر 4 بيسيف عنده النتوركس الدايركتلي كونكتد والنتوركس الموجوده معاه في نفس الاريا ولكن النتوركس اللي بره الاريا بتاعته والنتوركس الموجوده في اوتونومي سيستم اللي عارفها عن طريق الاي اس بي ار تمام بيشيلها ويحط بدلها برده ديفولت ستاتيك راوت 0.0.0/0 ان انا اقدر اروح لاي اي بي انا مش عارفه. طب يعني افرض مثلا الراوتر 4 انت في جهاز عايز يروح مثلا الاي بي متصل على الريب مثلا تمام فالسطر ده بيقول راوتر 4 راوتر 4 هيروح يبص في الدايركت كونكتد نتوركس مش هيلاقي هيبص في الاو اس بي اف نتوركس الموجوده في نفس الاريا مش هيلاقي الاي بي اللي رايحه له الباكت اللي هو مستلمها فيقوم باعتها على مين بالسطر ده اللي موجود في الراوتنج تيبل بيقول له ايه السطر ده اي اي بي انت مش عارفه وديه للراوتر 2 ويقوم موديه للراوتر 2 راوتر 2 بقى بمعرفته تمام هيودي اللي هيعمل راوت او راوت للشبكه دي. طيب ده التوتال ستوب. النوت سو ستوبي او الان اس اس اي او الان دبل اس اي بمنتهى البساطه لو انا عندي مثلا بصوا يا جماعه تخيلوا انا يعني ده الحته بتاعت الان اس اس اي اريا تمام ان انا مثلا عندي لا مش راوتر بقى اوكي انا عندي اريا 2 حلو متصله باريا 1 افرض اريا 2 دي توتالي ستوب حلو طيب وانا عندي هنا اي بي ار اوكي اي بي ار راوتر رابط بين اريا 2 اريا 1 طيب وعنده بقى ايه كونكشنز رايحه في اريا ايه اريا 0 ده انا اسف دي اريا 0 رايحه في اريا 0 لو انا جيت على راوتر موجود على اريا 2 ووصلته باوتونوم سيستم ريب طالما دي توتال ستوب مش هي بتمنع اللينك ستيت تايب 5 صح ولا لا
فطالما الاريا دي توتالي ستوب، فانا الراوتر المتوصل ما بين الريب وبين الاريا 2 مش هيقدر يعدي اللينك ستيت، تمام، اللي جاي من ريب، من الريب 2، الراوتر الرابط ما بين اريا 2 اريا 0 مش هيعديها لان دي توتالي ستوب. تمام، طيب كلام جميل جدا. النوت سو ستوبي، النوت سو ستوبي ان انا بعمل تويكينج. تويكينج يعني ايه؟ ان انا من الاخر بخلي الراوتر ده يمنع اللينك ستيت تايب 5 تمام وتايب 4 وتايب 3، واضح؟ طب الراوتر ده بقى تمام بطلبه برضو في اريا توتال ستوب، هو هيمنع نتورك 5 ونتورك 4 ونتورك 3، ولكن اما يستلم حاجه تايب 5 تمام، او من الاخر لما يستلم حاجه هيحولها من تايب 5، يعني المفترض لما يستلم ادفرتايزمنت او يستلم اعلان من الرب في الريديستريبيوشن لما يجي يدخله كايه، كتايب 5 تمام. لا هو بقى مش هيدخله كتايب 5، هو هيدخله كتايب 7 تمام، تايب 7. يعني انا بعمل تويكينج من الاخر يا جماعه، انا التوتال ستوب بيمنع السمري راوتس اللي جايه من الاي اس بي ار في حاله الاي اس بي ار موجود في اريا 0، اما لو كان الاي اس بي ار موجود في اريا طرفيه تمام، فانا ما ينفعش اخلي الاريا توتال ستوب، لا اخليها نوت سو ستابي. ليه؟ لان لو توتال ستوب الريب اصلا مش هينتقل الى نتوركس، الريب مش هتنتقل الى اريا 0 ثرو اريا 2 تمام، عشان اخليها تنتقل لان هو توتال ستوب. طب انا عشان اخليها تنتقل، يعني انت حتى لو جيت عملت مثلا الريدستريبيوشن عند الراوتر ده الاس بي ار بين اريا 2 والريب، الديستريبيوشن اللي هو شبيه للريب والعكس والكلام ده كله، هيقول لك انا اسف انا مش هقدر اعلن عن وفي حاله ان اريا 2 طبعا توتال ستوب، هيقول لك انا مش هقدر اعلن عن نتوركس الريب. ليه؟ لان الاريا دي توتال ستوب تمام. فانا ساعتها هعمل ايه بقى؟ هخلي الارياز هخلي الاريا 2 دي بدل توتال ستوب اخليها نوت سو ستوبي او الان اس اس اي. اتمنى تكون الجزئيه دي مفهومه، ولو حتى ما فهمتهاش هتفهمها ان شاء الله بشكل كبير جدا في اللاب العملي. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن الاو اس بي كور ديزاين، اتكلمنا عن سنجل اريا مالتي اريا الاكستندد اريا، حيث اتكلمنا عن الفيرتشوال لينكس والقصه دي كلها، اتكلمنا عن الاو اس بي بيزك سبيسيفيكيشنز، الهالو دي تايمر بتاع الاريا، التصميمات النتوركس بتاعت الاريا سواء البوينت تو بوينت او البرودكاست او النون برودكاست مالتي اكسس نتوركس، اتكلمنا عن الريليشن شيب اللي بتحصل ما بين الراوترز وكذلك الستيتس بتاعت الاو اس بي اف والاو اس بي اف اريا تايبس والاو اس بي اف ال اس اي تايبس. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.